طبعا زي ما تشوف قدام كذي كلية عسكرية تعليمية، ليس كتيبة مسلحة ولا أي تتبع أي توجه سياسي. مؤسسة تعليمية الغرض منها تأسيس نواة الجيش الليبي، تأسيس جيش من جميع أنحاء سكان ليبيا. أنا كلية طلبة تشوفين ما قدام كل واحد من منطقة، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، من حتى اللي استشهدوا أمس الله يرحمهم ويغفر لهم، في منهم طلبة من الجنوب ومن الشرق ومن جميع منطقة شرقية. وما عندناش حتى هنا في الكلية ممنوع الدواء بتاعنا، أنت من وين ولا من وين، ولا أنت تابع كذا، ولا أنت تابع مش عارف جهة فلانية، ما فيش. أنت من وين؟ أنا من ليبيا. أنت من وين؟ من ليبيا. أنا من الكلية عسكرية. قضية فتحت على طلبة مستجدين مليون، مش حتى أسبوعين ولا أسبوع ملتحقين، يعني قاعدين حتى مدنيين من كلية بالكامل، مش غير طرابلس، ليبيا كلها تعرف إن الكلية ما فيهاش الأخطاء. شو بنقول لك؟ كلاشن فازدة ما تخدمش يا أخي، مسكوا بها في البوابة وندربوا بها، ما فيش سلاح في الكلية. ولا عمره جانا واحد قال لنا هي بره للجبهة ولا شيء. من يوم يومنا حتى أمرانا في الكلية ما ليكمش علاقة بالسياسة، يقولوا لنا فاح. الناس اللي كانت اللي توفت أمس الله يرحمه إن شاء الله من الشهداء، قصدي جاي بيكسب رزقه بالأحلال، جاي بيقيمها ببلاده. أشبه منظر قدامك. قصدي هذا مريم كيف إيش بتقنعهم أنت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص فيش حد جابني بالغصب، جيت بروحي. وكل الطلبة اللي هنا من جميع أنحاء ليبيا كل جينا بإرادتنا، جايين بنكونوا جيش ليبي محايد، جيش ليبي وطني، ما عنداش أي انتماء لجهة فلانية ولا لجهة سياسية. انتمان الله ثم الوطن، هذا شعارنا، انتمان الله ثم الوطن، جايين لخدمة ليبيا. بصراحة احنا خذلنا من الأمم المتحدة لأنهم قدموا لنا ضمانات بأن الكلية العسكرية لا يوجد بها أي مظاهر للميليشيات، لا يوجد بها أي مظاهر للتسليح، لا يوجد بها أي كتائب أو ما يروجون. يا إخواني، هادو طلبة يتلقون تدريبات. الأمم المتحدة خذلتنا لأن أعطتنا ضمانات بأن إحنا الكلية العسكرية هذه تعتبر كأنها مرفق مدني لا يمكن أن يقصف مرة ثانية، لأنهم في السابق تم قصفنا. وجاءوا بعدها الأمم المتحدة هنا، ستيفاني ويليام، وجوا كثير من البعثات الأممية، ولكن هنا ندين وبشدة التراخي وهذا السكوت الممنهج من قبل الأمم المتحدة. حتى عبارات الإدانة لم نسمع بها. هم أعطونا ضمانات بأن الكلية تستمر ولن يلحق بها أي ضرر، وهنا نتفاجأ. إحنا من خذلتنا وانقصفتنا هي الأمم المتحدة. الله أكبر، الله أكبر، والمجد للشهداء. ومن هذه الساحة الطاهرة ومن هذه الأشلاء المبعثرة سنبني الدولة المدنية بجيشها الذي ولاه لله ثم الوطن.